السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض اكزام نمبر 2 على اول 3 وحدات للصف السادس الابتدائي، الوحدة الاولى والثانية والثالثة. وحلينا في الفيديو السابق امتحان اللي هو الاختبار الاول يا اولاد برضو على اول 3 وحدات، وهسيب لك اللينك بتاعه اسفل الفيديو في الوصف اللي بتتفرج عليه دلوقتي. والامتحانين دول لو انت اتفرجت عليهم هتبقى انت كده كأنك عملت مراجعة قوية جدا على اول 3 وحدات وشفت اهم الاسئله اللي ممكن تيجي على ال3 وحدات دول. هنبدا كده على بركه الله بحل السؤال اللي هو نمبر 1 listen and circle. اسمع بقى كده كويس عشان هتختار اجابه من الاجابتين. What are you going to have? I'm going to have some french fries and a hot dog. What are you going to have? I'm going to have some french fries and a hot dog. بالتالي يا اولاد انا قرات الاجابه اللي فيها كلمه فرنش فرايز اند هوت دوغ، وبالتالي هنعمل سيركل هنا على بي. نمبر 2، What are your hours? We're open from 9 a.m. to 8 p.m. تاني، What are your hours? We're open from 9 a.m. to 8 p.m. يبقى بالتالي انا قرات يا اولاد الاجابه اللي هو بيقول لي ايه، We're open from 9 a.m. to 8 p.m. يبقى هنعمل سيركل برضو على B. Number 3، ركز على السؤال. How much water did you have? 3 glasses. تاني، How much water did you have? 3 glasses. يا أولاد أنا قرأت السؤال اللي فيه كلمة water اللي هي المية، وبالتالي هنعمل سيركل على A. 4، Do you have any cherry pies? Yes, I do. Do you have any cherry pies? Yes, I do. وبالتالي أنا قرأت السؤال اللي فيه كلمة A cherry pies اللي هي فطار الكريز، وبالتالي هنعمل سيركل على A. Number 2، listen and complete. محادثة هنا أولاد ما بين علي وهبة، فعلي هنا بيسأل هبة بيقول لها إيه؟ Hello, how can I help you؟ طبعا هنا بيعرض عليها المساعدة بيقول لها كيف يمكنني مساعدتك؟ فردت هبة قالت له إيه؟ What are your hours? What are your hours؟ وبالتالي يا اولاد الكلمه الناقصه هنا كلمه ايه؟ hours، وبتستخدم السؤال ده للسؤال على ساعات العمل لديهم او لدى الفندق او مطعم او اي حاجه. يبقى what are your hours يعني ما ساعات العمل لديكم. فرد علينا يا اولاد قال لها we're open from 9 a.m. to 7 p.m. we're open from 9 a.m. to 7 p.m. وبالتالي الناقص هنا هو حرف الجر ايه؟ from. فردت هنا هبه قالت له ايه؟ How much does it cost to get in? How much does it cost to get in? وبالتالي الكلمة الناقصة هنا هي ايه؟ how، وبستخدم how much للسؤال عن السعر. فرد على قال لها It's 5 pounds for adults and 2 pounds for children. يعني 5 جنيه للكبار and 2 pounds for children، وبالتالي الكلمة الناقصة هي كلمة ايه؟ children يعني أطفال. Number 3، choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1، he goes to school by. هنا الفاعل او اللي هو ضمير الفاعل بتاع الجمله هنا اللي هو هي، شوف بقى ضمير التوكيد بتاع هي بيبقى ايه؟ myself ولا himself ولا yourself ولا herself. طبعا يا اولاد هي بيجي معاه ايه؟ himself يعني بنفسه، يبقى هو بيذهب الى المدرسه بنفسه. Number 2، we're open. يا ترى وير اوبن ايه؟ احنا بنفتح ايه؟ بيزي يعني مشغول، هوليداي يعني اجازه، ولا ديلي يعني يوميا، ولا داي يعني يوم. طبعا انت بتقول وير اوبن ديلي يعني احنا بنفتح يوميا. نمبر 3، سامح هاد ا وبعد كده اوف كوفي افتر لانش. يا ترى بقى كلمه كوفي بيجي قبلها اداه تجزئه من ايه؟ اللي هي كلمه بول يعني سلطانيه؟ طبعا لا. بليت يعني طبق، كان يعني علبه صفيح، ولا كاب يعني فنجان؟ طبعا كاب بتيجي مع كلمة ايه؟ كافي اللي هي معناها قهوة. ممكن اقول كاب a cup of coffee او a cup of tea. يبقى كلمة كاب بتيجي مع الكافي القهوة ومع التي اللي هو الشاي. نمبر 4، بولي we read books at the. احنا بنقرأ الكتب فيه، بنقرأ الكتب فين؟ في البيكري اللي هي الطابونة، ولا library المكتبة، ولا hospital اللي هي المستشفى، ولا museum اللي هو المتحف؟ طبعا يا اولاد بنقرا الكتب فين؟ في اللايبراري المكتبه. نمبر 5، the theater is in front the cinema.
يا ترى بقى ايه كمالة حرف الجر in front؟ يا ترى in front ايه؟ of ولا off ولا to ولا from؟ طبعا بنقول in front of اللي هي معناها ايه؟ امام. وتخلي بالك من النطق دي ودي، اللي بإف واحدة تتنطق of مع تحويل الاف الى في of، انما اللي بتتنطق اللي هي فيها اتنين اف دي بتتنطق of. Number 6. Was there a pavement؟ بقول لك هل كان يوجد رصيف؟ وبعد كده the hotel، بيقول لي ايه بقى؟ on كان في رصيف على الفندق؟ طبعا لا. in في الفندق؟ طبعا لا. above يعني فوق الفندق؟ طبعا لا. near the hotel بالقرب من الفندق؟ اه ديت هي الاجابه اللي تصلح. وبالتالي اقول لك هل كان يوجد رصيف بالقرب من الفندق؟ Number 7. I went to the، انا ذهبت الى ايه؟ بعد كده shop to get a haircut، بتذهب لفين عشان تحصل على قصة شعر؟ ليه؟ barber's shop ولا butcher's shop، وطبعا butcher's هنا اللي هو محل الجزارة، ولا grocer's اللي هو محل البقالة، ولا dentist اللي هو عيادة طبيب الأسنان؟ طبعا يا أولاد انت بتذهب الى ال barber's shop اللي هو محل الحلاقة عشان تحصل على قصة شعر. Number 8. Was there a bank across؟ وبعد كده the library، ايه الكمالة بتاعت حرف الجر across؟ يا ترى across at ولا from ولا of ولا in؟ طبعا هو اسمه across from، يعني في الجهة المقابلة ليه، across from. Number 4. Circle the odd word and replace it with a correct one. هنختار الكلمة المختلفة ونستبدلها بكلمة بديلة. Number 1. School مدرسة. Table منضدة أو ترابيزة. Theater ده اللي هو المسرح. library مكتبة. يبقى مديني ثلاث أماكن ومديني معاهم كلمة table، وبالتالي table هي المختلفة وهنشيلها وهنحط أي مكان، وليكن مثلا ممكن أحط كلمة bank اللي هو البنك. number 2. lemonade اللي هو عصير الليمون. bread خبز. meat لحم. ستيك اللي هي شريحة اللحم. هتلاحظ هنا ان انت عندك تلات حاجات من الفود، من الفودز الأطعمة، ومديني هنا عصير، وبالتالي انا هشيل العصير هنا اللي هو عصير الليمون، وهنحط اي حاجة يا ولاد من اللي بتتاكل، وليكن مثلا ممكن احط كلمة تشيكن، واحد ممكن يحط بيتزا، واحد ممكن مثلا يحط سباجيتي وكذا. يبقى انت ممكن تحط اي حاجة من المأكولات. نمبر 3 انا بقول هي وبعد كده شي يعني هو وهي، وبعد كده yourself، وبعد كده ايه وي. هتلاحظ هنا ان هو سهل قوي، دي جايب لك ثلاث ضمائر من ضمائر الفاعل اللي انت بتجيبهم في بدايه الجمله قبل الفعل، وجايب معاهم ضمير توكيد اللي هو بنفسك. فانا هشيل yourself اللي هو ضمير التوكيد، واحط يا اولاد اي حاجه من ضمائر الفاعل، وليكن مثلا ممكن احط يو، ممكن احط they، ممكن احط مثلا it، اوكي، فاي ضمير من الضمائر دي. فليكن مثلا ممكن نحط they يعني هم. نمبر 4. chop بمعنى يقطع او يخرط. behind يعني خلفه. beside يعني بجانب. above يعني فوق. مديني ثلاث حروف من حروف جر تحديد المكان، ومديني يا اولاد معاها كلمه ايه؟ chop اللي هو معناه يقطع، وده فعل. يبقى انا اشيل الفعل هنا واحط اي حرف من حروف الجر، وليكن ممكن نحط كلمه near اللي هي معناها بالقرب من. نمبر 5. جلاس اللي هو كوب زجاجي. بول هنا اللي هي سلطانية. كب اللي هو فنجان. تركي اللي هو الديك الرومي. يبقى مديني ثلاثة من الحاويات اللي احنا بنحط فيها السوائل، ومديني هنا الديك الرومي، بالتالي احنا نشيل التركي ونحط اي حاجة من اللي بنحط فيها مثلا سوائل، زي مثلا كلمة بوتل اللي هي معناها زجاجة. Number 5. Read the passage and answer the questions. تعالى كده نقرأ الفقرة بتاعتنا ونشوف الأسئلة اللي عليها. Last Friday الجمعة الماضية، بيقول لي هنا Sarah went with her family to the Egyptian Museum، يعني سارة ذهبت مع أسرتها إلى المتحف المصري. بعد كده بيقول لي they went there by bus، يعني ذهبوا هناك إلى بالأتوبيس. وبعد كده بيقول لي they arrived at 8:30 a.m. وصلوا هناك الساعة 8:30. بعد كده بيقول لي they waited outside the museum because it opened at 9 o'clock،
يبقى استنهم بالخارج او خارج المتحف، لان المتحف يا اولاد بيفتح الساعه 9. يبقى هم استنوا من 8:30 ل 9، وبالتالي كده استنوا 30 دقيقه. بعد كده بيقول لي ساره's father paid، والد ساره ده دفع. دفع كام؟ بيقول لي 30 pounds for 3 tickets، دفع 30 جنيه لثلاث تذاكر. معنى كده التذكره حسابها او واقفه ب 10 جنيه. بعد كده بيقول لي her little sister، اختها الصغيره نوره، is 4 years old، عمرها 4 سنوات. وبعد كده بيقول لي children under 5 are free، والاطفال تحت سن 5 سنين ما بيدفعوش، بيكونوا مجاني، وبالتالي نوره الصغيره دي مش هيدفع لها اي فلوس. بعد كده بيقول لي they got into the mummy rooms، دخلوا غرف الموميا، and saw a lot of nice things، وشافوا اشياء كتير لطيفه. They had a good time there، وقضوا وقت ايه ممتع هناك. A. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1. Sarah's family waited for. بيقول لي عائلة سارة وأسرة سارة ديت انتظرت لمدة كام outside the museum. قعدوا قد إيه بقى؟ يا ترى 15 minutes 15 دقيقة، ولا 30 minutes 30 دقيقة، ولا 60 seconds يعني 60 ثانية، ولا 30 seconds يعني 30 ثانية؟ لو هترجع أولاد للقطعة هتلاحظ إن هو قلنا من 8:30 للساعة 9، يبقى ده 30 دقيقة، وبالتالي الإجابة الصحيحة تبقى 30 minutes يعني 30 دقيقة. نمبر 2 هنا بيقول لي they had a وبعد كده time there، يبقى يا ترى قضوا وقت إيه هناك؟ good جيد، ولا bad سيء، ولا hungry جوعان، ولا cold بردان أو برد؟ طبعا الإجابة الصحيحة تبقى إيه؟ they had a good time there، ودي موجودة في آخر جملة في القطعة. نمبر 3، How did they go to the Egyptian Museum؟ كيف ذهبوا يا أولاد إلى المتحف المصري؟ لو رجعنا للقطعة بتاعتنا هتلاحظ أهوت إن هو بيقول لي they went there by bus، وبالتالي هي ديت هتبقى الإيه؟ الإجابة. Number 4، How much is a ticket؟ هنا بيسأل بيقول لي كم سعر التذكرة؟ طبعًا لما طلع زينا بيقول لي هنا إيه؟ a ticket يعني تذكرة واحدة، إنما لو قال لي how much are the tickets، كم سعر التذاكر، يبقى السؤال هيختلف. يبقى هو هنا عاوز يعرف يا اولاد، عاوز يعرف سعر التذكره الواحد. طبعا هو قال لي هنا ايه، Sarah's father paid 30 pounds، دفع 30 جنيه for 3 tickets. معنى كده ان التذكره قلنا واقفه ايه على 10 جنيه، وبالتالي هنقول الاجابه هنا هتبقى ايه 10 pounds. 10 pounds يعني 10 جنيهات. Number 6، write an email of 7 sentences، اكتب ايميل مكون من 7 جمل. النص هنا بتاع السؤال بيقول write an email to your friend حمزة to tell him about your visit to the museum، هتكتب ايميل لصديقك حمزة لكي تخبره عن زيارتك الى المتحف. بعد كده بيقول لي your name is Anas، اسمك هيكون Anas، your email address is anas@student.com، وده البريد الالكتروني بتاعك. بعد كده بيقول لي your friend's email address is hamza@student.com، وده البريد الالكتروني بتاع صديقي حمزه. تعال بقى كده نشوف ازاي نجاوب على السؤال ده. جنب 2 هنا بتكتب جنبها البريد الالكتروني الخاص بالمرسل اليه، باللي هو بتاع صديقك يعني، وبالتالي انا هنقل الايميل بتاع صديقي اللي هو مين؟ hamza@student.com. جنب from اللي هي معناها من، بتكتب البريد الالكتروني الخاص بالراسل، والراسل هنا المفروض اللي هو انا، اللي هيكون مين؟ انس، اللي هو anas@student.com. بعد كده قلت كلمه subject اللي هي الموضوع، بتكتب جنبها الموضوع بتاع الايميل، وقلت الموضوع بتاع الايميل بيتجاوب من بعد كلمه ايه؟ about، مع تحويل you الى I وتحويل your الى my، وبالتالي انا احول your ديت الى my واقول ايه؟ my visit to the museum يعني زيارتي الى المتحف. فده هيكون الايه؟ هتكون جمله الايه؟ الموضوع. بعد كده بقى بتبدا ايه على اول نقط هنا، بتقول دير وبعد كده الشخص اللي انت بعت له. فانا بعت لحمزه بقول له دير حمزه، واحط بعد اسم حمزه ايه؟ كوم. بعد كده من تحت اسم حمزه كده وابدا اكتب الايه؟ المقدمه بتاعتي اللي هي بتقول هاو ار يو اند يور فاميلي، كيف حالك وحال اسرتك. بعد كده هبدا بقى ادخل في الموضوع واكتب السبع جمل بتوع الموضوع. فهقول له ايه؟ لاست ويك، الاسبوع اللي فات، اي ونت تو ذا ايجيبشن ميوزيوم، انا ذهبت للمتحف المصري. I went there with my family، أنا ذهبت هناك مع أسرتي. We went there by car، ذهبنا إلى هناك بالعربية أو بالسيارة.
بعد كده بقول it is open daily يعني المتحف ده بيفتح او مفتوح يوميا. It is a nice place وبوصف في المتحف ان هو مكان لطيف. بعد كده بقول we entered the mummy rooms يعني دخلنا غرف الايه الموميا. We took pictures there يعني التقطنا صور هناك. لو تلاحظ انا بخلي كل الكلام في الماضي عشان ان في البداية بقول لك ايه last week يعني الاسبوع الماضي، فكل الجمل مخلاها في الماضي. هتقول لي بس انت مخلي هنا الجملة ديت والجملة ديت في المضارع ومستخدم is ما قلتش was. ليه بقى؟ عشان ديت يا ولادي الجملتين دول تحديدا دي جمل حقيقية، يعني انت لما بتيجي تتكلم عن حاجة حقيقة بتستخدم مضارع بسيط. يعني حقيقة فعلا المتحف بيفتح يوميا، يعني ما ينفعش هنا اقول ايه it was open daily معنى كده ان هو كان بيفتح يوميا ودلوقتي ما عادش بيفتح يوميا. لا، يبقى انا بما ان بتكلم عن حاجة لسه بتحصل لحد دلوقتي وحقيقية يبقى استخدم مضارع بسيط. في الجملة التانية برضو بوصف ان هو مكان لطيف، لو انا استخدمت it was a nice place يعني كان مكان لطيف. طب وهو دلوقتي مش مكان لطيف؟ لو انت استخدمت was يبقى ده قصدك. لا، عشان كده برضو احنا بنستخدم is لان هو لسه لحد دلوقتي مكان لطيف ودي جملة حقيقية فعلا ان المتحف المصري مكان لطيف، تمام كده. انما بقيه الجمل بقى انا مستخدمها فين؟ في الماضي. واخر جمله اللي بختم بيها كده الايميل بتاعه بقول ايه وي وير هابي، احنا كنا ايه سعداء. بعد كده يا اولاد بعد بتكتب السبع جمل بتوع الموضوع بتكتب بقى هنا ايه سي يو سون اللي هي الخاتمه بتاعتك وبتقول له اراك قريبا. وبعد كده يور فريند يعني صديقك، وتكتب اسمك اللي هو في كان اصلا قايل لك عليه، هو بيقول لك يور نيم از انس، انت اسمك انس وبالتالي بكتب يور فريند صديقك وتحتها اسم ايه انس. Number 7. Rearrange the following words to make correct sentences. Number 1. مدينة هنا شيء اللي هي معناها هي، وعاوزني أكون جملة باستخدام laundry و herself و did و by. يبقى معنى كده وعاوز أقول إن هي قامت بالغسيل بنفسها، وبالتالي هقول إيه she did laundry by herself. Number 2. مديني هنا هاو بقول لي هتكون سؤال للسؤال عن السعر، ومديني واتش وكوست وداز وات. يبقى انا عاوز اقول ما سعره او ما سعر هذا، فهتقول هاو ماتش داز ات كوست. هاو ماتش داز ات كوست يعني ما سعر تكلفته. نمبر 8. Punctuate the following sentences. Number 1. I'll get a fresh apple pie. يعني أنا هحضر فطيرة طازجة من التفاح. طبعا هتلاحظ هنا إن الأي دي يا ولاد كده كابيتال عشان تبقى ملاحظ، بس عشان ما تتلخبطش الأي بتتعمل بالشكل ده كابيتال، يا إما بتتعمل بقى شرطة تحت وشرطة فوق زي ما أنت متعود عليها. أوكي؟ يبقى الفكرة هنا إن ده في حاجة ناقصة في الجزء ده اللي هو الأبستروفي الاختصار، لأن ال ال ديت اختصار لـ will. وعشان اعمل اختصار بعمل او بستخدم الابستروفي، يبقى دي اول حاجه هنعملها. بعد كده يا اولاد انا هنقل بقيه الجمله كلها زي ما هي، وهنحط في الاخر ايه فول ستوب نقطه عشان بادئ بالضمير اي، وبالتالي ديت ايه جمله مش سؤال. نمبر 2. When did dream go to school؟ يعني متى ذهبت ريم الى المدرسه؟ اول حاجه انا هغير ال W واخليها كابيتال، وهحط في الاخر اشيل طبعا العلامه دي واحط مكانها question mark علامه استفهام عشان ده سؤال، يبقى هحط ال W واحط الايه ال question mark علامه الاستفهام. وبكده نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. ما تنساش بقى تدوس لايك للفيديو لو كان عجبك الاسئله وعجبك حل الاسئله، وكمان ما تنساش تعمل شير للقناه على الفيسبوك بحيث انها توصل لاكبر عدد من الناس. ولو ما كنتش عامل اشتراك في قناتنا ما تنساش تدوس على علامه الاشتراك وتفعل بعدها زر الجرس بحيث يوصل لك كل الفيديوهات ان شاء الله الفتره اللي جايه. واستنانا في الفيديو القادم واللي هنبدا بقى فيه ان شاء الله في حل وشرح الوحده الرابعه ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.